لك فيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير ونهاركم يكون دايز توب. اليوم ان شاء الله اون نوفيل فيديو اللي غادي تكون عباره على فلوغ. اليوم ان شاء الله هو نهار ديال السفر ديالي اللي غادي نمشي فيه للمغرب. هادي 4 سنين ما مشيتش للمغرب. منين جيت لالمان منين استقريت في لالمان، حيتاش كنت كنجي من قبل، ولكن منين استقريت في لالمان ما مشيت للمغرب. راكم عارفين كانت الظروف الاول، كانوا كنت يعني اون فوا جيت بديت هذيك الساعات بدات الوراق وداكشي، من بعد ملي خرجوا الوراق كان امير مازال صغير، من بعد جا الكوفيد، المهم راكم عارفين. ولكن كانوا ماما وبابا كيجيو، غير هو خوتي صغار ما كانوش كيجيو على ود القرايه. المهم كبدا دابا ديجا عندنا التزعد، عرفتوا البارح ما نعسناش، نعسنا معطلين بزاف مع ديك الجوج، كنت جمعنا شويه الدار راكم عارفين. قديت وريقاتي وقديت شي تخربيق، وخا الصراحه نورمالمون خصني نكون زعما نكون ناس بكري، حيتاش ما كانش عندي صراحه بزاف ديال الحوايج ما نقضي. شوفوا امير كيغني كياكل الحلوى وكيغني، حيتاش ديجا الباجاج ديالي كله صيفطته مع صحاب، مع واحد مول ترونسبور، مول فين كان صيفطته معاه. ما بغيتش نجيب معايا كل شيء، حيتاش اول حاجه الطياره اللي غادي نمشي فيها صغيره، وثاني حاجه معايا امير، دونك غادي نتكرفس بزاف في الطريق. كيف قررت انني نصيفط كل شيء مع مول ترونسبور، ندي معايا غير ساكادو هكا. دونك فوالا هادشي اللي كاين. جلسنا كنجمعو كنتحدو كنقادو فشي تخربيق انا واناس وليت، وصافي فقت الصباح بكري. رفقنا البنات، غسلت وجهي، لبست حويجاتي، ديجا كيف ما قلت لكم حوايج البارح جمعتهم وداكشي، وخرجنا باش ما نتعطلش، حيتاش الصراحه عندي واحد المشكل ديال بي سي ار درتو نهار السبت، ولاني انا كتبت لها الايميل، كلشي كتبت لها الايميل ادريس وداكشي كله في صحيح في الورقه. هي نورمالمون منين جات تعاود تكتبو عندها في الكمبيوتر وداكشي ما كتباتش واحد السعود، دونك الايميل ديال البي سي ار ما وصلنيش، نورمالمون يوصلني البارح في الحد، مازال ما وصلنيش. دونك عاد غادي نمشي عندها باش نقول لها شنو هاشنو وتخرجوا لي في ورقه حسن. دونك عليها فقنا بكري، حيتاش ضروري عندنا خصنا نقضيو هاد الاغراض قبل ما نتحرك. دابا البنات لقيتونا غادي نمشيو لايديكا باش نمشيو شي حاجه نفطرو، باش نمشيو نشريو شي حاجه نفطرو، حيتاش كيعجبوني عندهم لي دونات، بغيت نشري دونات وداكشي، وناخذو شي كافي ونفطرو، المهم فطور ديال الصباح وصافي، حيتاش فريمون فيا الجوع وراسي ضارني، خصنا نشربو قهوه. شوفوا ليت مع الخرجه ما تزلعت عليه قرعه ديال الماء. ازو صافي هادشي اللي كاين. المهم غنمشيو لايديكا، من بعد غادي نشدو الطريق لدوسلدورف، نمشي نجيب داك التست ديالي، من بعد نشدو الطريق للمطار، حيتاش راكم عارفين صيفطوا ليا انا غادي نمشي مع ريانير، مع الشركه ديال ريانير صيفطوا ليا ايميل البارح، قالوا لي خصك تكوني جوج سوايع قبل في المطار، دونك غادي نمشي جوج سوايع قبل في المطار. المهم هي هذيك غادي تجي، هي هذيك صافي. هانتوما خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، كنتمنى تعجبكم، وهذا مكان اللي يطلع له صعيب حيتاش غادي يبقى بوحديتو. يا غتوحشنا؟ نعم. ما توحشناش؟ نعم. كذاب، لا لا تكذب والله. اخذ استراحه من عندكم. علاش كتكذب؟ امير ما تلقى مع متناقر. يا دابا غتبقى تنعس في فتلك على راحتك. يا وتمشي على راحتك وتجي على راحتك، ياك؟ يا ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم عرفتو راسي دارني وشوفوا عينيا مبوقين، وعاد دابا منين غادي نجي نسافر ناض ليا الحبوب، ناضوا ليا الحبوب هنا، ناض ليا الحبوب هنا، ناض ليا الحبوب هنا، عرفتو كاتاستروف. وصافي المهم بالنسبه للميكاب وداكشي ما درت لا ميكاب لا حتى شي حاجه، حيتاش ديجا راكم عارفين الفول الطريق مع الطياره وداكشي، دونك ما كاينلاش اصلا زوينه في كل الحالات. ميكاليت المهم البنات جينا دابا لايديكا باش ناخذ شي حاجه نفطروا بها، حيتاش اول حاجه فقنا بكري وخرجنا مزروبين، حيتاش نيشان مشينا للبنكة باش نقضيو شي امور قبل ما نتحرك، وعاد دابا خصنا نمشيو لدوسلدورف باش نقاد
ودابا خصني نمشي نلبس الدوف باش نشوف التست ديالي حيت التست ديال البي سي ار مازال ما وصلنيش. دونك اضطرينا اننا نفطروا برا وهذا مكان. جينا هادو المهم كبدايات خرجنا من السوبر ماركت شرينا دونات وداكشي حتىش في هاد الكافي اللي هنايا نيت في ايديكا في هاد البلاصه اللي في ايديكا ما كاينش عندهم دونات دونك جينا نخدم عندهم غير كافي متنامن يعني اون بورتي ونمشيو نفطرو في الطوموبيل. غوغوك بدايات انا رجعت لكم لقيتونا دابا وصلنا للمطار دخلت لداخل درت دخلت لداخل عندهم وداكشي قالوا لي بلي انت ما عندكيش الباجاج زعما ما تحتاجيش انك تشدي معاهم الصف وداكشي دونك غادي نتسنى نيشان غادي ندخل الكونترول ونيشان غادي نمشي نركب في الطياره حيتاش ديجا شافوا البيه ديالي وداكشي دابا حيتاش مازال الحال دابا ديجا عندنا شي الوحده وانا الفول ديالي مع ان الفول ديالي مع 3 وشي حاجه 3 يمكن مع 3.45 يعني انا رجعت لكم لقيتوني دست من الكونترول وداكشي كله الحمد لله كلشي داز مزيان دابا كنتسناو في هاد لاصال على ما نركبو في الطياره وداكشي صراحه ما بقاش بزاف وحنا جالسين عرفتو دمو جو سوي كاو عرفتو
الصراحه ما صورت لكم حتى شي حاجه في المطار، ما صورتش لكم اللحظه فين تلاقيت بوليديه وداكشي، حيت ما نكذبش عليكم اصلا ما كانش كيهمني التصوير. صافي غير شفت والديا نسيت كلشي وما كانش اللي زعما اللي صورنا وداكشي، دونك صافي مهم تلاقيت والديا تسلمنا وداكشي وجينا للدار. هنا كنوريكم شنو درت لينا ماما الغدا، درت لينا واحد الطاجين ديال اللحم بالزيتون والبصيله مشحره، عرفتوا فريمون جا بنين 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 الصراحه، ديجا كنت مشهياه. وهذا ما كان، كنتمنى الفلوق ديال هذا النهار ينال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساوش تخلو لي امتي لايك كومونتير زوين بحالكم وتشتركوا في القناه. نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.